اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول وفي الآخر وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك بالحق تقضي ولا يقضى عليك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وتبتلنا وسائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، واصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، سره وعلانيته. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم شفع فينا الصيام، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، واجعل القرآن العظيم نورا لنا يوم القيامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، وارزقهم البطانة الناصحة التي تؤزهم على فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، احفظ بلاد المسلمين، وحد صفهم واجمع كلمتهم. اللهم على الخير دلهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اجعل ثأرك على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب، ونحن في هذه الليلة الكريمة نسألك يا رب أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، وأجرنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه حبيبك وعبدك محمد وعبادك الصالح، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه حبيبك وعبدك محمد وعبادك الصالحون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.